أما هلا سلمى، ضمن مساحتنا الختامية دائما بنسلط الضوء على المواهب الشابة والأطفال، قديش في عندهم مواهب كتير مهمة خصوصا بالفن التشكيلي. اليوم رح نحكي عن معرض أبجدية الشمس، شارك فيه 10 أطفال قدموا خلالهم 30 لوحة بدعم من الفنانة التشكيلية نسرين حماد، كانت هي المعلمة الأساسي لهم. ومعنا أيضا طالبتها جمان تاسع. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح سوريا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير جمان. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكثر عن معرض أبجدية الشمس، من وين إجت الفكرة؟ ويمكن هيك فكرة رائدة شوي إنه أنت دمجتي بين العلم وبين الفن اللي أنت بتقدميهم كمان للأطفال طبعاً، وبين مشاركتهم بالمعرض. طبعا أنا هذا كان هدفي. هلأ أنا تعلقي كثير بالحضارة والتاريخ هو اللي خلاني أخطي هي الخطوة. طبعا كان في لي تجارب مع طلابي، اشتغلنا دمشقيات، اشتغلنا نساء من سوريا. كان المشروع أبجدية الشمس هو كان الفكرة انه نحن نتناول آثار سوريا، دائما كنت احكي لهم عنها، فدائما انا وياهم بنقاش دائم. يعني انا بعتبرهم رفقاتي مو طلابي. طرحت الفكرة، شو رأيكم نرسم عن آثار سوريا، حضارة سوريا؟ فهنا نتقبلوا الموضوع. اخترنا اسم أبجدية شمس، هي بتعني أبجدية أوغاريت، الحضارة اللي مرقت على سوريا. ونفس الشيء شمس هي بتعبر عن سوريا، على ما أذكر باللغة السريالية سوريا هي الشمس. فاخترنا الموضوع انه نحن حكينا عن كل حضاره سوريا والعصور اللي مرت فيها، اخترنا انه الاسم يكون ابجديه شمس. ابجديه شمس من الاطفال اللي راح يكونوا شباب المستقبل، ابناء سوريا. خلينا نحكي مع الطفله جمان، انت طالبه تاسع مشاركه بالمعرض، خلينا نحكي عن لوحاتك. شو لا هي اسمها جمان التاسع. قديش عمرك جمان؟ 10 سنين. كم لوحه مشاركه بالمعرض؟ 4. احكي لنا عن اللوحات، شو هي؟ يعني نحكي عن الحضاره والاثار السوريه، انت شو اللي اخترتيهم؟ شو اللي حبيتيهم اكثر شيء؟ شو اسمع لك؟ في وحده اسمها جزء من باب في معبد تدمر، وفي وحده اسمها ختم، وآلة الحضاره للانتقام. طبعا هي اللوحه كثير بتحبها هي. اي لوحه اكثر شيء بتحبيها؟ الحضاره للانتقام. طيب اليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا، اليوم ارتباط الأطفال بالتاريخ والحضارة والتراث. يمكن سابقا كنا نعرف بالمدارس في رحل يقوم فيها المدارس بين المحافظات السورية والأماكن الأثرية، لكن بعد الحرب شوي خف هذا الموضوع. صفي الفرجة مثل ما بيقولوا، إن كان على فيديوهات على الإنترنت أحيانا، أو بعض الصور الموجودة، أو حتى أساتذة المدرسة ممكن يكون عليهم عاتق كبير كتير بنقل هاي الصور من الأرشيف اللي موجود. خلينا نحكي كيف قدرتي تنقلي لهم بعض المعالم التاريخية والأثرية بسوريا من خلال التحضير لهذا المعرض، إنه يعرفوا هذا المكان وين، عن شو بيحكي، شو بيتضمن. هلأ أنا مثل ما قلت لك كتير بعشق حضارة سوريا، وعندي مجلدات دائمة من تصويري لكل المعالم الأثرية، تقريبا زايرة كل المعالم يعني الأثرية. يعني محتفظة بأرشيف كبير بصري، محتفظة بأرشيف، وفي أي شيء يعني روزنامة أي شيء بتمرق بإيدي بتحكي عن حضارة سوريا وآثار سوريا أنا بحتفظ فيها. حلو. فحاولت إنه فرجيهم ياهون، جمعت تقريبا شيء 50 لوحة عرضتهم عليهم. أول شيء ابتدت الفكرة، حطيت لهم امرأة من تدمر. كنت بدي اشوف قد ايه بيقدروا يضبطوا النساء، بيقدروا ياخذوا يكونوا لي هذا المجسم مثل ما انا متخيله يقدموا. وبصراحه هن اذهلوني لما عم نقول 10 سنوات. يعني عطوني نتيجه كثير مذهله. عندي كمان 6 سنوات. يعني الاعمار من 6 سنوات، الاعمار من 6 سنوات ل 14 سنه. ولما تشرحي عن الحضاره السوريه لاعمار صغيره هالقد يعني، وتجي تشرحي لهم مثل ما قلنا يعني من خلال الصور عن الحضاره السوريه، وحدا ينطقي هي الصوره يرجع يرسمها، عم يجسدها من خلال حكيك وكلامك، قديش عم تقدري يمكن توصلي كل هي التفاصيل عن هي الاثار للاطفال لما عم نحكي عن اعمار كثير صغيره اليوم؟ هذا بيرجع للشغف والتشويق اللي انت بتساوي لهم
وانت عم تحكي عن هي الحضاره. صحيح. يعني مثلا انا ممكن اقول لهم انه زرت قلعه الحصن موجود فيها كذا وكذا وكذا، بس بطريقه تشويقيه. صحيح. بتخلي الطفل يتعلق فيها انه انا بدي روح بدي زور هذا المعلم. او مثلا مثل العداله والانتقام اللي هي بتعشقها، صارت هي تبحث عنها. ليش انسى شو كيف هي العداله وبنفس الوقت الانتقام؟ صارت تبحث انه شو الرمز بيناتهم، هي التمثال الاثري وين الفاصل بين العداله وبين الانتقام، ولقت هي الجواب. يعني هي اللي اعطتني الجواب مو انا. هي تحكي لنا عن لوحه العداله والانتقام، وشو هو الجواب اللي وصلتي له من خلال الرسمه؟ انه العداله والانتقام هي لوحه بتشكل انه في جزء من العداله وجزء من الانتقام. احكي لهم شو الاجزاء اللي بتشكل العداله هو. الجزء اللي بشكل الانتقام هو رسمه كلب مرسومه على اللوحه. والعداله في هذيك البنت حاطه ايدها هيك على ميزان فوق الكلب. يعني بلشنا هيك نعرف انه شوي انه الاطفال بلشوا ياخذوا معلومات، مو بس طبعا انا هذا هدفي كان تماما انه نحن عم نقول تثقيف مع الرسم او الهوايه. خلينا نحكي عن التقنيات اللي استخدموها. شفنا بالصور اغلب اللوحات مرسومه بتقنيه الرسم بالرصاص. الرسم بالرصاص تقنيه ما أنا سهله، وخصوصا طبعاً يتعلمها طفل. يمكن بالعاده بيروحوا على الالوان، انه الالوان اسهل بيخلط لون أكيد. تثبت الرسمه مع اللون بس تجف. اما في تقنيه لاستخدام القلم الرصاص ومثل ما بيقولوا الظل والنور فيه كثير صعب. كيف بلشتي اشتغلتي معهم بهالتقنيات؟ انا هن هي المجموعه مجموعه متميزه بيمتلكوا مواهب متميزه عندي بالمرسم، فانا ابتديت معهم. يعني شفتهم انا ببلش مع اي طالب مو طفل عادي. مشروعي اني اسس فنان، وصل رسالتي اني اسس فنان مثل ما انا تعلمت. فبدايه اي شيء هو الرصاص، حتى الطفل وقت بده يتعلم الكتابه بدايه معه الرصاص. عندنا بدايه الرسم حتى للفنانين هي الرصاص، تقنيه الرصاص، وانا بلشت معهم فيها. علمتهم كيف يطالعوا درجات الظل بقلم واحد، كيف يميزوا بين الظل والنور. باي مجسم قدامهم انا ممنوع يرسموا من اي صوره. دائما لازم حتى لو ما طلعوا لي اياه كامل. بلشت معهم هيك، هذا المجسم نقولوا لي اياه مثل ما انتم شايفينه، ظللوه كيف شايفين الضوء النور الظل، اسموه وظللوه. طبعا اشتغلنا فترات منيحه لحتى وصلت انه هن يبتدوا بالمشروع. وقديش في حسيتي فعليا عندهم مواهب هدول الاطفال؟ عن جد يجب العمل عليها. يعني لما نقول بقلم الرصاص وعم نحكي عن اثار سوريا، عم نحكي عن لوحات منا سهله صعبه. يعني لما نقول من طبعًا. 6 سنوات لل14 سنه، 6 سنوات ببلش يتعلم القلم، بال10 سنوات ببلش يعرف يرسم شوي شوي. اليوم عم نشوف لا، في مواهب بين الاطفال. انت كفنانه تشكيليه حابه تستمري معهم بالشغل تدعميهم؟ طبعا انا قلت لهم يعني اللي حابب يستمر معي بيستمر. وانا قلت لهم من البدايه نحن رح نشتغل، انتو مشروع فنانين. ما لنا عم نشتغل انه شيء ترفيهي او تسلايه. هلا احيانا كنت طالعهم من جو الرصاص، لانه الرصاص كثير بيضرب على الذهن وبيعطي حاله نفسيه انه انا ما عاد بدي كمل. هن احيانا قبل ما نبلش بالمشروع يقولوا لي انسى بدنا نشتغل باللون، بدنا ننتقل باللون. ابدعوا يعني وصلوا لمرحله انه ممكن انا احط لهم هذا المجسم خلال دقائق يكونوا عاطيني الدراسه الاوليه كلياتها. قلت لهم اوكي ننتقل للون. حطينا الالوان، اشتغلوا بالالوان بطريقتي، بالطريقه الفنيه مو بالطريقه اللي انتم بتشتغلوا فيها. بلشوا كان يوميتها حطيت لهم ورد واغصان شجر وكذا، فبلشوا يدمجوا باللون وبدهم يطالعوا الاحساس طبعا الرصاص اللي تعلموه. فقالوا لي لا انسى خلينا نرجع للرصاص. يعني انا ما ضغطت عليهم باي ماده اعطيتهم اياها. حلو. قبل ما نختم هيك بدنا نسمع من جمان. اول شيء قد ايه صار لك انت مع الاستاذه؟ قد ايه صار لك بلشتي ترسمي وحابه تكملي بالرسم مع الدراسه، ولا لا رح يضل بس موهبه حتدرسي شيء ثاني؟ هلا انا صار لي 1 سنة و4 شهور وحابه كفي رسم.
ان شاء الله بنشوفك اهم رسامه. خلينا نحكي عن تفاعل الجمهور مع معرض أبجدية الشمس، كيف كان هذا التفاعل؟ حلو لانه رده الفعل بدهم يشوفوها الاطفال كمان، قديش بيكونوا سعيدين بهي رده الفعل. هلا هو تم تنسيق اللوحات وعرض كفنانين، يعني اشتغلوا ابدعوا اعطوا تحجيم اللوحات بشكل واقعي جدا، فهذا اذهل كل الحضور، حتى اهاليهم المراحل الاخيره كان ممنوع يشوفوها ليكون عندهم تشويق ليحضروا المعرض. طبعا كل شيء حضر المعرض ولهلا مستمر المعرض، ومبارح بلغونا انه تم تمديد المعرض لاسبوع كامل. حلو، لانه في اقبال وحضور عليه. بالختام بدنا نتشكركم على وجودكم معنا ويعطيكم الف عافيه، بتمنى اكيد هذا الشيء يضل مستمر مع اكبر عدد ممكن من الطلاب ان شاء الله. وانا بتمنى هذا الشيء، وشكرا كثير لكم وعلى استضافتكم. اهلا وسهلا فيكم، ونتمنى لك التوفيق جمان، نشوفك هيك رسامه قد الدنيا. شكرا كثير لك.